صفقات كبيرة جدا جدا، أبرمها مسؤولي النادي المصري مع بداية الموسم، صفقات من العيار التقيل. أدي كرة مرة تانية عند زولا والعرضية، لكن جاد وفي انتهى الخطورة وجول جول 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 بترتد. وخالد قمر، خالد قمر في الدقيقة 43 بيفتتح التسجيل عن طريق الخطأ اللي تم. كرة عرضية من زولا بتخبط في دفاعات النادي المصري علشان تقول له شبيك لبيك، المرمى مفتوح والهدف الأول سهل جدا جدا. بص شوف الحكاية، ده الخطأ بادي من البداية، من بداية دفاعات النادي المصري، وادي العرضية والإبعاد من جاد بتخبط في اللاعب الجزائري عماد الدين بوبكر، لكن بتلاقيها سهلة جدا جدا عند خالد قمر. المتابع ما يلاقيش أبدا صعوبة إن هو يستثمر الفرصة الذهبية الألمازية اللي اتهيأت له علشان يسجل أول الأهداف. محمود جاد رغم الإبعاد لكن خبطت في بوبكر، ويستغل خالد قمر، ومحمود ناجي بيتأكد من حكام الفار وصحة الهدف وصحة الموقف اللي كان فيه خالد قمر. هنشوف بالفعل تقدم طلائع الجيش أصدقائي في الدقيقة 43 واحد لا شيء.